جينا من الاسانسير على هان لقيتها، هاي هي مدخل الشقة. أول إشي هذا الباب إحنا بدلناه، هذا باب تركي بدلناه لأنه بالعادة بسلموكم باب صيني. المهم بسم الله، هذا هو المدخل تبع الشقة من هان. هاي طبعا مساحتها 111 متر و30 سنتي. هذا هو اتساعها. طبعا احنا شاريين البطون اللي زي هيك، وشاريين التراب إضافة للجبس كرتون عشان إذا في حدا حب إنه هو يشطبها لحاله يقدر يبدأ على طول بدون ما يدفع تكاليف تطليعه للطابق السابع. طبعا هاي البلوكات كلياتها في حال هاي كلها بتكفي لهاي المساحة على فكرة، احنا حاسبينها لأنه كنا على أساس نشطبها وبعدين غيرنا رأينا. شوفوا كيف، هانا أفرجيكم. أول حاجة في برندتين، في هاي البرندة وفي هناك كمان برندة، إضافة لزاوية مقززة بتطل على البحر على طول. تعالوا أفرجيكم كيف. إحنا هلقيت بهانا، هانا هذا اللي هو الكراجات، كراجات السرافيس والبولمانات اللي بتودي على المدن والقرى، إضافة لكمان البولمانات اللي بتروح على طرابزون. هناك السكة الحديد تبعت البضائع، وفي من هذا الاتجاه البازار، بازار الخضار كتير قريب ورخيص. طبعا هذا أرخص إشي. من هنا بنلاقي الإطلالة، في عنا فندق الفيلمون 5 نجوم، إضافة لمحطة الشحن البحري المرفأ. هيو هنا قدامنا هي البحر على طول. تعالوا هالقد أفرجيكم الباقي. من هان كمان في كمان شبابيك إضافة لهاي، وهاي هي الإطلالة الأجمل، الزاوية اللي مقززة. هدول الواحد الجبس اللي قلت لكم عنهم شايفين. طبعا هذه الشبابيك اللي فوق بتنفتح إذا حبيتوا، إذا بدكم بتضل مسكرة. من هان هاي الإطلالة تبعت البحر، وهنا هاي الزاوية بتطل على شارعين. في عنا شارع من هذا الاتجاه بيروح باتجاه بوشكيني، وفي عنا هذا الشارع اللي بيضل مكمل بهذا الاتجاه شايفين. وهنا قدامنا في برج الأبجدية إذا مبين عندكم، التل فريك كمان كتير قريب. خليني أفرجيكم البرندة الثانية. طبعا الكهرباء والمية موصولين لغاية هاي الشقة، إضافة لخط الغاز، خط الغاز لغاية هان احنا موصلينه عند البرندة على طول الشقة شايفين. هاي المرسى، وهاي هذا. طبعا هانا أرخص الأسواق، كل شيء ممكن تاخدوها بأسعار كتير قليلة لأنه هاي المنطقة شعبية شايفين كيف. هي من هنا شارع بوشكين اللي هو كل شيء بتحتاجه للبيت، أدوات منزلية، إضاءة، إدهان، شبابيك، أبواب، كله من هذا المكان، من هذا الشارع. هو أرخص شارع في باتومي، إضافة لعنا هذا الشارع اللي هو من هنا بيبدأ السيرتالي، كمان رخيص للخضار وغيره. هلقيت أفرجيكم الشقة كيف بهذا الاتجاه شايفين. هيها هيها من زاوية تانية هيك. طبعا في عندي مخططين كنا ناويين نقسمها شقتين، راح أحط لكم إياه بنهاية الفيديو. وفي مخطط في حال حبيتوا تعملوها شقة واحدة كيف ممكن تقسموها، طبعا كاقتراحات. وتضلوا في أمان الله.